وابن خميس أفندينا اللي هو اسم منصور، في النهاية أكتشف إن اللي قتل أم رمانة هي تبقى ست ضوية. ومنصور أفندينا أول ما عرف الخبر ده أتعصب واتنرفز قوي لدرجة إنه قال لضوية: يمين بالله يا ضوية، لولا عظم التربة لكنت زماني دفنتك مكانك بسبب إنك قتلت أمي وحرمتيني منها طول الفترة اللي فاتت. فراحت قالت ضوية: سمعني يا أفندينا، ما كانش قصدي أعمل كده، بس صدقني يا ولدي أنا عملت ده كله لمصلحتك أنت مش لمصلحتي أنا. فراح قال منصور ابن خميس: أفندينا، مصلحتي إنك تقتلي أمي وتحرمينها طول الفترة اللي فاتت دي. فراحت قال الضوية: ما أنا لو ما عملتش كده ما كنتش هتبقى كبير السوق كله يا أفندينا، ولا كنت حتى هتاخد طار أبوك من براء النوح والنوح. فراح قال منصور: يا شيخ ده عني ما بقيت كبير السوق ولا حتى خط طار أبويا، منك لله، دي أقل كلمة أقدر أقولها لك. وبعد كده منصور ابن خميس أفندينا راح مشى وساب البيت كله لضوية. وبعد كده ضوية فضلت تنادي عليه وهو ما كانش معبرها. ومن هنا ينتهي هذا المشهد. عزيزي المشاهد، لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعيمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.